مسودة قانون تثير الجدل بين المستهدفين منها وتترك صبغة سياسية على من سكن العشوائيات، حيث تأتي معالجة التجاوزات السكنية من خلال إيجارها على شاغليها، ما أثار سخط الكثير منهم. قرار الحكومة ما دفع إيجار مجحف، لأنه القاعدين كلهم فقرة، واللي قاعد إذا بدل إيجار ليش ما يروح يأجر؟ ما عنده إمكانية، هو يتغدى ما يتعشى، دوب دوب يطلع له يجيب له 5000 دينار، يجيب له الطماطية والبتيتية والبتنجان، عالم فقرة، فكلها ما عدها. إذا ساموا عليهم إيجار منين يجيب الإيجار؟ ما عنده. فنريد نطلب من الحكومة الجديدة إن شاء الله بيها خير، أما تمليك وأما شوف إن بديل هالعالم وين تروح؟ هو إذا عنده ملك إيجار يبقانا، ما يبقانا جار عشاب لبيت إلا بلوكات وجينكوات، وانت شفتهم نفس الوقت الملكونة نعم الله عليهم، سوون لبديل نعم الله عليهم، ما القضية شيلة وشيل لا تشذب هاي أموت بإذن. أكثر من 50,000 دار سكني ضمن العشوائيات قد تضم البصرة، مع وجود مساحات كبيرة وقروض قد تحل مشكلة السكن في المحافظة. أعداد المتجاوزين في محافظة البصرة أعلى من هذا الرقم، ربما تجاوزت 50,000 بكثير. هناك لدينا أغلبية من الفقراء المعوزين لإعطاء كل متجاوز قطعة أرض وبدل وقرض لبنائها بشكل محترم. قبل أكثر من 5 سنوات، مع صدور قرار يسمح لشاغلي الدور السكنية المتجاوزة أن يملكوا بعد مرور أكثر من 25 عاما أو دفع بدلات إيجار بالمثل في المناطق السكنية لا للمساحات الخضراء وأبنية الدولة. مشروع القانون ميز وفرق ما بين العقارات اللي تم التجاوز عليها قبل 31/12/2016 وما بعد هذا التاريخ. بالنسبة للشاغلين لهذه العقارات قبل هذه الفترة جاز لهم القانون تملك هذه العقارات بعد مرور 25 سنة ودفع بدلات يعني أجر مثل للعقارات المجاورة لهم. بالنسبة هو طبعا مشروع القرار في المناطق السكنية أعطى الحق باستئجار اللي استولوا على الأراضي في المناطق السكنية. وأنهى مجلس النواب في 8/1 الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية لتصحيح الوضع القانوني للمستفيدين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية، ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة. أحمد علي، قناة الرشيد.